الراديو 90-90 هواها مصري. يلا بينا مع كيورو تريب، هنعرف أكتر من بسنت متولي وأحمد عساكر من مؤسسي كيورو تريب. إزاي فكروا في المشروع؟ إزاي قرروا إن هم عايزين مصر تبقى واجهة للسياحة العلاجية؟ يعني أي حد عنده مرض عاوز يتعالج منه، عاوز يسافر برا يتعالج بدل ما يروح أي بلد في العالم، لا يجي مصر. حلم كبير، إزاي هيحققوه؟ هنعرف منهم حالا. منورنا. نورك. عايزين نعرف اولا، نبدا بليديز فيرست، نتكلم مع بسنت، نعرف جت لكم الفكره ازاي، يعني ايه اللي خلاكم تفكروا احنا عايزين نعمل كيورو تريب؟ ماشي، هدخل في كل التفاصيل دي، بس خليني اوضح حاجه الاول. يلا بينا. ان في فرق كبير ما بين السياحه العلاجيه والسياحه الاستشفائيه. السياحه الاستشفائيه دي الناس كلها متعوده عليها، اللي هي الرمله والروماتيزم والكلام ده كله. لا، احنا مش ده هدفنا. احنا هدفنا السياحه العلاجيه، اللي هي امراض بجد، عمليات كبيره بيدخلوا فيها، في حاجات منها التامين بيغطيها، في حاجات كتير قوي التامين مش بيغطيها، ودي اللي احنا مهتمين بيها اكتر. زي ايه؟ زي عمليات الحقن المجهري، زي عمليات الاسنان، تجميل الاسنان، زراعه الشعر، عمليات التجميل عموما، والسمنه، تكميم المعده، والكلام ده كله. حلو قوي. طب ايه ابرز الحاجات او التخصصات اللي احنا متميزين فيها، واللي انتوا ناويين تخلوا الناس ييجوا مصر يتعالجوا منها؟ أوكي. انا ممكن اقول لك بالنسبه للنقطه دي، احنا حاليا مركزين ممكن نقول على 10 تخصصات طبيه. دي اكتر تخصصات احنا شايفين ان مصر مميزه فيها، اللي بسنت قالت مجموعه منهم، بس في كمان احنا عندنا دلوقتي فيروسي، احنا بنحقق نجاحات عالميه رهيبه جدا، ما فيش بلد تاني تقريبا تقدر تعملها. صحيح. فاحنا مميزين جدا في الموضوع ده، في ناس كتير جدا مستر على محتاجين خدماتنا في النقطه دي. كمان الاورام، عندنا مراكز ومستشفيات عالميه في علاج الاورام، عندنا يعني طبعا معروفه مستشفى 57 وبتقدم خدماتها يعني بالمجان للناس. في مراكز ثانيه كتير جدا، احنا في مركز لايف كير اللي احنا بنحب نتعاون مع ان احنا هنا في مصر لما حد بيجي له كانسر بعد الشر، يعني بس يعني اللي بيحصل يقول لك انا عايز اسافر بره، انا هروح اوروبا اتعالج، انا مش هتعالج في مصر. لا بس انت تقدر تكلمك على دي يعني. ده بيحصل فعلا، عشان هم بيبقوا شايفين ان لا انا دي حاجه جامده فانا هطلع بره. بس هو بجد لما هيروح للدكتور هنا كويس، هو بجد هيروح يسمع نفس الكلام، وفي الاخر هترسي ان هو هيجي يعمله هنا عشان يبقى مطمن اكتر، لان الدكتور على نفس المستوى بنفس الكفاءه بكل حاجه، قال له نفس الكلام بالظبط، نفس الادويه بكل يعني بكل السيستم، ففعلا بيبقى مطمن. لا ده انا عندي فعلا دكاتره كويسين قوي، ايه اللي يخليني ما اعملهاش هنا في وسط اهلي ووسط بيتي وكل حاجه؟ يعني بالعكس، قابلته نماذج فعلا مع انها مقتدره ومعها فلوس، تروح واكتر، وانها تروح احسن حته واحسن حته وراح في العالم، وسالوا ورجعوا بالظبط، راح عشان يتعالجوا، وراحوا سالوا ورجعوا. وهنا ميزة في مصر، ميزه انه وسط اهلك واصحابك وحبايبك، وخفوا وبقوا زي الفل. طيب نرجع بقى يا بسنت لسؤال اللي سالته لك في اول الحلقه، جات لكم الفكره ازاي؟ يعني انتوا اصلا خريجين ايه؟ ايه اللي خلاكم تفكروا في كيورو تريب؟ يعني الفكرة جت كده، الإلهام نزل إمتى إحنا هنعمل رحلة شفاء؟ طيب عايزة أحمد اللي يجاوب. ماشي يا أحمد جاوب. إحنا مين؟ إحنا ثلاثة مؤسسين للشركة. أنا أحمد عساكر، صيدلي ومعي ماجستير جينيتكس. بسنت برضو صيدلانية ومعها ماجستير في مايكروبيولوجي. معنا إسماعيل أنور، هو أستاذ مدرس في القصر العيني، فهتلاقي إن إحنا طب أستاذ مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي. فإحنا التلاتة عندنا خبرة طبية كويسة جدا، غير كده عندنا خبره في مجالات التسويق وكده. انت عارفه الصيادله لما بيشتغلوا عادة في مجالهم بيروح يعملوا حاجات تسويق شويه، بيروح يعملوا حاجات تاني كتير. حتى مين اللي جات له الفكره الاول؟ يعني مين اللي قال؟ انا هقول السبب ان انا خليت ان احمد اللي يتكلم، ان هو كان صاحب الفكره، هو اللي جيت اتكلم. هو اللي جه. رحت بقى لبسنت الاول ولا لاسماعيل؟ يعني رحت لمين؟ اوكي، اتكلمت مع بسنت اول حد، عشان هي اشتغلت في مجالات الماركتنج والسوشيال ميديا كتير. حلو. بس صراحه اللي حول الفكره من فكره لشركه كان اسماعيل، لان هو انا برضو كنت قاعد معاه بقول له الفكره كذا كذا كذا. ما حدش قال للتاني لا انت مجنون، سياحه علاجيه ايه، هنجيب ايه، احنا عندنا مشكله اصلا في السياحه في مصر. ما حدش فينا قال دي خالص خالص خالص. السبب يعني فعلا يمكن عشان احنا فعلا في المجال الطبي، وعارفين ان ممكن يكون في فعلا دكاتره للاسف مسوقه السمعه دي، بس عندنا دكاتره على اعلى مستوى، واحنا في المجال الطبي احنا عارفين، احنا كلنا كنا في بلاد غير مصر.
يعني سافرنا بره شفنا الطب هناك عامل ازاي والطب في مصر عامل ازاي. مش هقول ان الطب في مصر بيساوي بره، بس الطب في مصر في بعض المراكز الخاصه احسن من بره كمان، وده اللي احنا قدرنا نشوفه، ده اللي حمسنا، ده اللي خلانا محدش فينا فعلا حس ان ده جنان انت اللي بتحكي فيه ده. ان لا، طب ما احنا عارفين المراكز المميزه، عارفين المراكز اللي اصلا بيجي لها اجانب يجوا يفضلوا ان هم يتعالجوا عندنا، هو برده مش اختراع جديد. فكانت بقى التريجر هو وزائد زي السياحه. هي اتضرت شويه في الاخر، بس خلينا بقى برده ما ننساش يعني احنا بجد من اعلى البلاد، احلى البلاد ان تروح سياحه، يعني عندنا كل انواع السياحه يعني طبعاً دينيه واثار واحلى شواطئ. فده بجد يعني ده بجد اللي موجود في مصر، فما ينفعش حد فينا يحس ان لا احنا ما ينفعش نعمل ده. حلو الاحساس بالفخر ده، انه بلدي احلى بلد في العالم، يعني لازم احس بكده. حلو قوي، بس والله في حاجات مبوظه يعني، وده مش احساس والله، هو فعلا دي حقيقه. احنا شفنا حاجات كده مش بتتشاف في حتة تانية. بس فاللي حولها بقى من مجرد فكرة في دماغ اتنين دلوقتي لشركة كان اسماعيل. برضو حكيت له الموضوع كفكرة عادي، لقيته بعدها بيوم او يومين بيكلمني بقول لك انا كلمت فلان وفلان وفلان، يلا والناس كلها عايزة تشتغل، ويلا بينا نبتدي نشتغل، احنا مستنيين. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على طول. فده اللي خلانا نتحركنا. طب بدأتوا تتحركوا ازاي؟ احكولي الخطوات كده. طيب احنا عشان نعمل حاجه زي كده محتاجين ان احنا نكون بنقدم الخدمه اللي موجوده زيها زي بره. فا اوكي، يعني بعيدا عن تعملوا ايه وان احنا نجيب تيم من ويب ديفلوبر ان هو يقدر يعمل لنا الويب سايت انترفيس والحاجات دي كلها، بعيدا عن الجزء ده طبعا في حد تاني ماسك الجزء الليجل، ان هو لا يبقى لازم ورق ويبقى الموضوع ده مسجل. احنا بقى احنا الثلاثه كان دورنا ايه؟ ان احنا قعدنا سنه كامله من اغسطس 2017 لاغسطس 2018 بندور على المراكز الطبيه اللي تقدر تقدم نفس الخدمه اللي موجوده بره مصر. خدمه طبيه متميزه بالظبط كده، عشان تقدر تقارن نفسك باوروبا وامريكا لازم تكون واثق انك عندك الخدمه الطبيه دي كانت اهم حاجه. تمام، لان هي لو احنا بنتكلم بقى ان احنا مش عاملين سبوبه، ان احنا عاملين شركه، فهو لازم ان احنا نعمل حاجه تحافظ عليها، تحافظ أكيد. على استمرارها. مفيش حاجه تحافظ على استمرارها غير الكفاءه الطبيه او الجوده اللي المريض هيقدر ياخدها بعد كده. حلو، وده يمكن برضو كان دور خد كبير. خد وقت طويل ان انتوا تعملوا بحث، خد قد ايه؟ سنة كاملة. سنة كاملة. كنتوا انتوا التلاتة بتشتغلوا مع بعض ولا في حد كان متخصص في موضوع البحث ده؟ اوكي، احنا كنا شغالين مع بعض، بس اللي دوره اكبر في الجزئية دي بالذات كان هو طبعا الدكتور المختص اللي فيه، دكتور اسماعيل. يعني هو عارفه انت برضو لما تبقي في تبقي عارفه كل واحد بيشتغل ازاي بقى من جوه، وبعد كده احنا بقى بنكمل بقى باراء التجارب يعني الشخصيه باراء المرضى اللي طلعوا من تحت ايده والدنيا عامله ازاي. عارفه مصر فيها دكاتره كتير جدا مميزين، بس ممكن اقول لك ان مش كله عنده خدمات اللي هي بقى المتابعه بعد الحاله، خدمات التمريض عندهم كويسين، يعني برضو التمريض بيبقى ليه دور كبير جدا في رضا المريض في الاخر عن العمليه كلها. فكان بقى ده دورنا ان احنا نكمل فيريفيكيشن، لان الدايره كلها موجوده كويسه في الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي. حلو قوي، يعني انتوا الاول طمنتوا ان الخدمه الطبيه موجوده، بداتوا تحضروا برامج سياحيه كمان ولا لا؟ تقدر تتكلمي عن دي، ان احنا فعلا عملنا لهم برامج سياحيه؟ يعني اصل هو مش هيجي ياخد العلاج بتاعه ويمشي ليه؟ طب دلوقتي هو جاي يعمل حقن مجهري مثلا، اوكي الحقن المجهري ده محتاج ان هو يقعد في مصر من اسبوعين لثلاث اسابيع، فانا مش هاجي بقى يعني سايب بلدي عشان خاطر اجي مصر عشان خاطر اقابل الدكتور وامشي. لا، طب ده انت تعالى بقى، عندنا متاحف، عندنا الاهرامات، عندنا سياحه شاطئيه، ده حاجات كتير جدا، عندنا جو بيخلي مصر مناسبه للسياحه طول السنه، مش فترات معينه. فانت بتقابل الدكتور في الفتره دي خمس مرات او ست مرات، طب بس ده في ثلاث اسابيع، فانت عندك وقت كتير فاضي، كان لازم نغطي له الوقت ده ببرامج سياحيه. طب خلينا طب لا قولي بس انت فاصل ولا لا لا مش عايزه نطلع فاصل. لا شكلك عاوزه نطلع فاصل. حسيتك لو ثانيه لا بس كنت هقول بقى كمان غير البرامج السياحيه احنا بنقدم برده المتميز قوي عندنا موضوع المرافق، ان ما يبقاش في مشكله ان هم لما بينزلوا هنا في مصر بيتضايقوا كتير. اوكي تمام، الدكتور حلو قوي وكل حاجه وراح اتفسح، بس اتضايق بقى من كل الناس اللي قابلهم والتاكسيات والكلام ده كله والمواصلات، فدي فعلا بيقابلوا فيها مشكله شويه. احنا دي لازم نعترف ان دي مش الطف حاجه عندنا في مصر للاسف، فدي بقى احنا كمان بنحلها، ان في مرافق بيستلمه من اول ما بينزل المطار لحد ما يبقى يطمن انه محجوز له تمام ويدخل كل العلاجات، يستلمه بقى مثلا يسافر معاه، ينزل يروح احلى اماكن يتعشى فيها، الكلام ده كله يبقى مظبط، ده ما يبقاش حاسس ان هو
قاعد في مصر فعلا متسوح, خصوصا لو قاعد مده طويله. فكره هايله. بس انت مين صاحب فكره المرافق دي؟ لان فعلا هتحل مشكله كبيره. احنا بنشوف ما ده الفكره. احنا كنا بنحاول نشوف كل حاجه موجوده بيقابلوها مشاكل, اللي يخلي السايح ما يجيش مصر ويروح حته تانية, هو ده احنا كنا بنحاول نحله. حلو. ودي كانت من اهم المشاكل عندنا في مصر طبعا. وانتوا كده كمان بتخلقوا فرص عمل, يعني المرافق ده انتوا عايزين مرافقين كتير, فبالتالي هتعينوا شباب كتير في المشروع بتاعكم علشان يبقى مرافق للسائح الاجنبي اللي جاي يتعالج ويتفسح. وخليني بقى اقول لك ميزه ان يكون معنا دكتور ان هو اسماعيل بعد ما قررنا ان احنا هيبقى في مرافق لكل مريض, اقترح كمان, ودي انا شايفها مميزه جدا, ان المرافق ده يكون طلبه الامتياز في طب. ليه طلبه الامتياز في طب؟ هيبقى عندهم وقت يا احمد, دول بيذاكروا. لا, طلبه الامتياز السنه الاخرانيه دي سنه فاضيه بالنسبه لهم تقريبا, ما خلاص خلصوا مذاكره, يا دوب بينزل بس المستشفى او كده, لكن عنده وقت كتير جدا فاضي. فعلا. فطلبه الامتياز بدل ما تلاقي السنه دي ضايعه بالنسبه لك, هو اسماعيل اقترح علينا الموضوع ده لنقطتين. اول نقطه هو قالها ان بيبتدي الطالب في الحته دي يبتدي يختار تخصص معين يشتغل فيه. طب ما تعالى بقى, انا عندي التخصص ده مثلا مع دكتور ابو الغار او مع الدكتور احمد اللي هو ناس كبيره في مجالاتها. فتعالى بقى انت هتبقى محتك مع الدكتور ده دايما, انت اللي بتاخد منه ريبورتس, بتوصل له الريبورتس, بتبقى حلقه الوصل بينه وبين المريض, فتبتدي تاخد اكسبيرينس اعلى في التخصص اللي انت عايز تدخله ده. بتشوف بقى من مطبخ جوه الموضوع عامل ازاي, مش من وانا بره وانا لسه مش عارف ادخل في انهي تخصص. ومش بس كده, انت بقى بتحتك بالمريض اكتر, انت بتاخده تروح تستقبله من المطار, تلف بيه, تفرجه على البلد. مستك انت او احنا محتاجينك انت كطالب بامتياز, لان انت عندك معلومات طبيه. الراجل ده هو سايح وكل حاجه, بس هو جاي برضو مريض, هو هتلاقيه دايما عنده اسئله طبيه بيسالها لاي واحد قاعد جنبه, هو عايز يحكي في الموضوع ده على طول. والله يا جماعه, طب انا اصلا عملت الحق المجالي ده قبل كده وما نجحش, طب دي طب انت, هيبتدي هو يتكلم معاه, طب انت وقفت في انهي مرحله, طب انت الموضوع مشي معاك ازاي, طب انت عملت التحليل الفلاني, وعشان يبقى مطمن وهو بيتفسح. فهو محتاج بالظبط. طب انا والله جاي اعمل تكميم معده, هل انا ينفع اروح الاهرامات وامشي ولا لا يا دكتور؟ ينفع كده ينفع ادوق الكشري بالظبط, اكل دي ولا ما اكلها, السجق والحاجات دي ولا لا, اكل دلوقتي يا شباب مش هاكلها تاني. طب احنا نسمع اغنيه حلوه يا بلدي ونرجع نكمل كلام عن البرامج السياحيه اللي انتوا بتحضروها للسياح اللي هيجوا مصر علشان يستمتعوا بالسياحه العلاجيه فيها. وكمان مستمعينا يعني شاركونا, قولوا لنا جربتوا السياحه العلاجيه ولا لا, يعني هي مش مقتصره على الاجانب, لا ممكن تبقى مصري وتستغل الفرصه وانت تعبان شويه او مريض, ولكن ان شاء الله هتخف وفي نفس الوقت تتفسح شويه في بلدك وتتفرج على جمال بلدك. يلا بينا نخرج فاصل ونرجع على طول. يلا بينا على الراديو 90 مع كيورو تريب, ومنورنا في الاستوديو بسنت متولي واحمد عساكر من مؤسسي كيورو تريب رحله شفاء. ومعنا اسماعيل انور. واسماعيل طبعا المؤسس الثالث, هو طبعا الحاضر الغائب مش موجود معنا في الاستوديو, لكن طبعا هو بما انه طبيب فهو كان عليه عبء كبير في تنفيذ الفكره وتنفيذ المشروع. عايز اقول لكم جات لنا رساله حلوه قوي على صفحه الراديو 90 على فيسبوك. طارق خليل بيقول لكم حلوه جدا فكره المرافق اللي بيقابل السايح علشان ينقل له كل الصور الجميلة عن البلد, وبالتالي السايح ده بعد كده هو كمان هيكون مصدر للدعاية لمصر. يعني بجد شكرا جدا جدا يا طارق على رسالتك وعلى إعجابك بالمشروع. عايز أرجع أكمل كلام معاك يا بسنت عن البرامج السياحية اللي أنتوا بتوفروها للمريض اللي بيجي يتعالج في مصر. هل هو عنده فرصة الاختيار, أنا عايز مثلا أروح اسكندرية, عايز أروح الغردقة, ولا أنتوا اللي بتختاروا له حسب المرض اللي هو بيتعالج منه؟ بصي, هو مش بنختار له, بس هو دلوقتي هو اول حاجه لازم بيحددها هو عايز يتعالج من ايه بالظبط, وعلى اساسها بنبقى عارفين هو هيقعد قد ايه في مصر وينفع ايه, يعني ينفع حاجات يعملها في اكيد ينفع حاجات يعملها حاجات ما يعملهاش على حسب نوع العمليه اللي هو بيعملها, وعلى اساسها بنشوف هو بيفضل انهي نوع من انواع السياحه, وده احنا بنساعده فيها بنعملها. ومعاها برده بنشوف هو عايز يقعد في اقامه ايه, عايز يقعد في شقه ولا عايز يقعد في اوتيل 4-5 نجوم والكلام ده كله, وهل هو محتاج مرافق مش محتاج مرافق. بس طبعا لو اجنبي يعني هنفضل ان هو يكون معاه مرافق, بس في ناس كتير قوي يعني مصريين عايشين برا هو اكيد مش محتاج مرافق, هو كده كده جاي يعني عارف اهله, عنده اهله هنا. يعني انتوا كمان كده من اهدافكم المصريين اللي عايشين في الخارج ان هم ييجوا يتعالجوا في مصر ما يتعالجوش برا, والمصريين طبعًا اللي جوه مصر كمان. طبعا انا بوفر عليهم طبعًا المشوار, يعني حتى ان هو يقضي يروح ل 50 دكتور عشان يلاقي دكتور كويس, فاحنا بنحاول برضو نوفر عليهم ان هو يلاقي يعني على طول يروح على احسن دكاتره, وكمان بنساعدهم ان هم هيلاقوا اوفرز كمان معانا. دي ميزه انك تبقى مع دكتور, يبقى دكتور اللي هو اللي بيظبط لك كل حاجه. ان انت لو جاي تتكلم على
ايه اللي ينفع اعمله ايه اللي ما ينفعش اعمله، هتلاقي ان الدكتور هو اللي بيظبط لك رحلتك السياحيه فعلا. فما تقلقش، لان احنا عندنا مشكله في مصر دي، نفضل نسال نروح لدكتور مين، طب اسال حد صاحبي، اسال جاري، ابتدي اجرب دكتور، طب اخد يعني سكند اوبينيون، فاروح لدكتور تاني، اروح لواحد تالت بالظبط كده. فحلو قوي ان انتوا بتقدموا خدمه طبيه متكامله. طيب فكره زي دي المفروض تبقى مشروع قومي، هل لقيتوا دعم من اي جهه او مؤسسه بتدعمكم ولا لا؟ طيب يعني احنا الحمد لله ان احنا في مصر عندنا السهوله ان احنا نقدر نوصل للحكومه. يعني انا مراتي مش مصريه وشافت اللي احنا بنعمله الفتره اللي فاتت، بتقول لي ده انا لو في بلدي ما كنتش هتعمله الكلام ده خالص. تقول لي انك تقدر تروح تقعد مع وزير تحكي له فكرتك وانت لسه شركه ناشئه زي ما بنقول، ده انجاز كبير. احمد ممكن حد يسمعنا يقول ان احنا بنبالغ، والله مش ببالغ، يعني انا والله مراتي اجنبيه والله قالت لي كده. يعني طب ازاي احكي لنا بقى ازاي؟ عمليا حصل ده ازاي؟ عمليا حصل ازاي؟ عمليا حصل ان احنا كنا من 3 اسابيع تقريبا كنا قعدنا مع سعاده الوزيره نبيله مكرم وزيره الهجره ومديره مكتبها استاذه مها سالم، هي اللي نسقت لنا اللقاء. ويعني انا مش عارف فعلا اوصف ازاي اللي حصل او ازاي الدعم اللي احنا خدناه منهم، لدرجه ان احنا في الاول يعني بصراحه كحد ما احتكش بالحكومه كتير قبل كده كان عندنا تخوفات كتير، هياكلونا هياخدوا منين الموضوع، فاهم احنا تعبنا فيه قوي ولينا كتير شغالين فيه، طب هم هياخدوا كل حاجه كده على الجاهز، فاهم يعني بيبقى في تخوفات كتير. صحيح. من ناحيتنا، ولكن احنا خدنا الانيشيتيف، خدنا يعني رحنا خدتوا المبادره وزمام المبادره وقلتوا هنتوكل على الله ونروح نقابلهم وليحصل يعني احنا تعبنا في الموضوع، واحنا برضو نفسنا ان هو البلد فعلا استفاد جامد جدا من الموضوع ده، وشايفين برضو ان احنا نقدر نقدم قيمه مضافه مش موجود، يعني مش هيقدروا ان هو بسهوله ان الناس تقول لنا خلاص كفايه عليكم كده، لا لسه الموضوع فيه كتير. فروحنا رحنا قعدنا، فوجئنا بترحاب شديد جدا باعجاب كبير بالفكره دي. اتسالنا طبعا في الاول الفرق بينك وبين توران كيور اللي كانت جابت ميسي وعملت وشرحنا لهم الفرق الكبير اللي هو هم شغالين في كذا واحنا شغالين في كذا. احكي لنا الفرق الكبير، احنا أوكي. كمان عاوزين نعرف. توران كيور هي قدرت ان هي بتقدم العلاج بتاع فيروس سي في مصر باسعار تقريبا واحد على الف او واحد من تكلفته العالميه، يعني هو شبه ببلاش فعلا هنا في مصر، بس هم متخصصين في فيروس سي بس بالظبط كده، وفي يعني هم معاهم العلاج بتاعه، فبيقدم للمريض برنامج طبي وسياحي كامل خاص بالجزئية دي. بس احنا بنتكلم في حاجات تاني خالص، وما بنتكلم احنا اي دكتور مؤهل ومركزه مؤهل بالصورة الكافية ان هو يستقبل مرضى، احنا بنقدر نوصل له ان شاء الله المرضى الاجانب ان هم يجوا يتعالجوا عنده. فهي فكرة يعني احنا اتنين في مجال واحد اللي هو السياحة العلاجية، بس احنا ماشيين بزنس موديل وهما بزنس موديل مختلف تماما. انتوا كل الامراض اللي ممكن تتعالج في مصر هتجيبوا سياحة ليها، بس احنا كمان بنتكلم على تخصصات خارج تخصص. التامين الصحي تمام، لان هو اوريدي في بلده لو التامين الصحي المهم نرجع للموضوع الوزير. لا مهم، لا مهم طيب يعني الحقن المجهري كل ده خارج التامين الصحي. عمليه تجميل الليزك، الاسنان هوليود سمايل، زراعه اسنان، تكميم المعده، امراض الذكوره، لا قدر الله امراض السرطان، امراض برضو فيروس سي والجهاز الهضمي، كل الامراض اللي خارج التامين الصحي في البلد، سواء مثلا في ندي اي بلد مثال مثلا حتى لو فرنسا اي حته هتلاقي فدي امراض خارج التامين الصحي، فانتوا ده هدفكم ان دول بقى يجوا يتعالجوا في مصر، ما نروحوش اي حته تانية في الشرق الاوسط. فلوس كتير جدا في الموضوع ده على فكره، احنا اوفر لشركه التامين نفسها من يعني ان هي تامن على المريض ان هو يجي يتعالج عندنا في مصر، ارخص لها من يعني في تكميم المعده. هو لو بيبعتوا لنا المرضى اللي عايزين يعملوا تكميم معده هنا في مصر ممكن الموضوع بكل حاجه كده يكلفهم 4000 5000 يورو، رغم ان شركه التامين بتدفع على المريض في بلده هناك 20000 يورو. انه يتعالج جوه فرنسا اغلى بكتير من انه ياخد تذكره طيران ويجي يتعالج في مصر. طبعا فده هدفكم ان احنا نستفيد وهم يستفيدوا بالظبط كده. يعني في السعوديه مثلا اقدر يعني مش عارف اقول اسماء شركات واسماء وارقام وكل حاجه ولا لا، بس يعني مثلا على سبيل المثال بوبا شركه تامين عالميه طبعا معروفه، توفر اوفر للمرضى بتوع السعوديه اللي عايزين يعملوا برياتريك سيرجي عمليه تكميم، السعر اللي يو كان 20000 ريال سعودي، رغم ان احنا هنا في مصر نقدر نوفرها ب 14000 ريال سعودي.
فهتلاقي ان في دايما في فرق كبير جدا في الاسعار بيننا وبين بره، والدكاتره عندنا كمان اكفأ من بره لان هم بيكونوا عدوا يعني بالاف العمليات قبل كده. دي الخطه الجايه بقى ان انتوا يعني تعملوا ديلز مع شركات التامين علشان تخلوهم يعني اغراء ان هم يجوا مصر سعر اقل بكتير. بالظبط كده. وكفاءه. وكفاءه طبعا يعني عشان دي اهم حاجه. طبعا الكفاءه دي تحتيها مليون خط. مش هندور على الارخص. بالظبط يعني مثلا دكاتره الاسنان في مصر من احسن دكاتره الاسنان في العالم كله. تمام. الوزيره بقى عشان ما حدش يقول ان احنا كنا بنقول اي كلام. ايوه نكمل الحكايه. عشان ما حدش شرحت لها الفرق وشرحت لها فكره مشروعكم. الرد بقى، الرد اللي خدناه بعد عجبتهم جدا الفكره. طب يا جماعه انا طالع مؤتمر لندن الجاي اللي هو كان من 3 ايام، عشان الموضوع ده كان قبل مؤتمر لندن. احنا كنا عاملين فيديو دعائي لكيورو تريب. خدت الفيديو قالت انا هعرضه لكم باسمكم في المؤتمر هناك مع اللقاءات اللي هي عملتها مع الوزراء هناك من قبرص واليونان في المبادره بتاعه العوده للجذور اللي هي عاملاها، ان المصريين اللي عايشين في الخارج يجوا يرجعوا بلدهم يحتكوا باهلهم تاني هنا. فعلا عملت لقاءات، وتقدر تلاقي الاخبار دي مكتوبه دلوقتي في الاهرام في مصر اليوم في الاخبار نزلت الاخبار الالكترونيه موجوده كلها، وان الوزيرة المصرية بتتكلم مع الوزراء الخارجيين عن السياحة العلاجية وبتقول لهم بالاسم كيورو تريب. ده حاجة يا جماعة يعني انا ما اعتقدش ان احنا فعلا لو في بلد تانية كان في وزير هيهتم بينا بالطريقة دي ويعمل لنا يعني شوت ماركتنج كبير جدا. هي تحمست للفكرة وامنت بيها. بالظبط. وبرضو بيكو باسمكو، مش احنا مش احنا هناخد الفكره منكم. تقصد باسم كيورو تريب ما غيروش اسم الفكره، ما نسبوهاش لحد تاني زي ما انتوا كنتوا خايفين وانتوا رايحين تقابلوهم. كلموا عنها فكره مثلا وبطريقه يعني عايمه مثلا، تعالوا يا جماعه اعملوا سياحه علاجيه في مصر وبس كده. ان الفيديو بتاعنا فيديو احنا اللي عاملينه يتعرض هناك باسمنا، دي حاجه كبيره جدا. ان هي قالت لنا مش كده بس، ده انا هوصلكوا كمان بالجاليات المصريه في الخارج كلها. طب ما انت كمصري بدل ما تروح تتعالج في البلد اللي انت فيها وتدفع برضو كتير، زي ما يعني كنت لسه بحكي لك من شويه، الارقام متفاوته بشكل يعني كبير. في حد كان بس هيحشي اسنانه في السعوديه بما يوازي 12000 جنيه مصري، جه هنا ب 500 جنيه فرق كبيره جدا. بدل ما تروح تدفع فلوسك اللي انت تعبان فيها هناك في بلد هناك عشان تاخد خدمه طبيه ممكن تكون اقل كمان، هنا لا تعالى وزور اهلك وتفسح هنا وادفع كمان اقل. والوزيره اللي قالت لنا هوصلكم بالجاليات المصريه الموجوده في الخارج كلها، لان هم دول اللي تحت رعايه وزاره الهجره. طبعا مجهود كبير وتشكر جدا 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 عليه. وهتكملوا مع بعض يعني اكيد في خطط متبادله بينكم وبين وزاره الهجره ان انتوا ازاي تكبروا فكره كيورو تراب ويبقى فعلا في مصريين في الخارج بييجوا يتعالجوا هنا واجانب بيتعالجوا هنا. بالظبط ان شاء الله. وكمان ده الجزء بتاع الوزيره، كمان المصريين في الداخل يعني احنا بنقدم خدمه كامله للاجنبي اللي جاي يتعالج في مصر. انا اتمنى ان الموضوع ده يكون هو مثال لكيفيه معامله المريض سواء بقى مصري او اجنبي. بمعنى ايه؟ انا راجل، انا من سوهاج اوكي، فانا عارف يعني في الصعيد هناك قد ايه ناس كتير جدا بيبقوا عندهم برضو، انا مسافر مصر اللي هي القاهره يعني، انا مسافر مصر عشان اروح اتعالج وبيروح برضو القاهرة مش عارف يتعالج عند مين ولا يروح يعمل ايه، بيروح يدور بنفسه او اوكي سامع عن دكتور بس هو يعني مش هقولك يتبهدل في المصاد، بس هو رايح برضو بلد تعتبر جديدة عليه. فزي ما انا بروح استقبل المريض من المطار ووصله المكان اقامته ووصله للمركز الطبي اللي هيتعالج فيه ورجعه تاني لاقامته وفسحه في مصر واخده وكانه كمرافق، اروح ارجعه تاني لحد المطار. ده احنا برضه عملناه مع المصريين. احنا جالنا ناس مصريين مثلا، كان حد من السويس اهتمته باهلنا في الصعيد وفي السويس. بالظبط كده. البحر الاحمر عايز يجي كان مثلا يعمل زراعه اسنان، رحنا استقبلناه من محطه مصر اول ما وصل القاهره، خدناه لفينا بيه، عمل يعني كل اللي احنا بنقدمه للاجنبي بيتقدم للمصريين. بس الميزه للمصريين ان هو بيتقدم له بتخفيض. ليه تخفيض؟ انا في الدكاتره الحمد لله برضه هم تشجعوا معانا وقرروا ان هم مساعده منهم ان المصريين هيقدموا لهم تخفيضات، فاحنا كده بقينا بنتكلم في تخفيضات في علاجات اصلا خارج التامين الصحي. يعني التامين الصحي ما بيغطيش حاجه زي الاسنان، ما بيغطيش عمليات تجميل، ما بيغطيش حقن مجهري، ما حدش سمعت عن حد هنا في مصر التامين بيشيله في حاجه، ما فيش. احنا بقى قدرنا نجيب له تخفيض في الحاجات دي في المراكز دي اللي هي برضه اعلى مراكز تقريبا موجوده في مصر. ومش بس كده، ده احنا كمان بنروح ناخدك ونستقبلك ونلف بيك ونقدم لك حاجه سياحيه بسعر اقل من اللي انت كنت هتدفعه. يعني انا ما بزودش عليه اي فلوس اضافيه.
طب لو فعلا حد بيسمعنا من محافظة خارج القاهرة وعايز فعلا عنده مشكلة مرضية وعايز يتعالج منها وعايز يتواصل معاكو ويتواصل معاكو ازاي؟ في ثلاث طرق للتواصل، ويب سايت، الفيسبوك، وكل ده عليه رقم تليفون اصلا، بس يكلموا رقم التليفون وهيلاقوا حد بيرد عليهم. بالظبط، يعني هو لو فتحوا الويب سايت هيلاقوا رقم التليفون، لو فتح الفيسبوك بيج اللي اسمها كيرو تريب بس هي مكتوبه بالانجليزي يعني. ايوه احنا حاطين لينك صفحه كيرو تريب على الفيسبوك، هيلاقوا اي حد يبعت مسج على الفيسبوك او يكلمنا على التليفون الرقم اللي موجود على طول حد هيرد فورا، هتحددوا له ميعاد مع الدكتور وهتستقبلوه وهتعملوا له كمان رحله سياحيه. بالظبط، بس انا برضه عشان ما ابقاش بدي للناس وعود وخلاص، احنا حاليا احنا مركزين في 10 تخصصات بس، للاسف انا ما بغطيش نقولهم كده سريعا. انت طيب. قلت منهم الحقن المجهري والاسنان وكده، بس ممكن نقولهم ايه رايكم؟ طيب. يبقى واحد الحقن المجهري، 2 امراض الذكوره، 3 عمليات التجميل، 4 عمليات السمنه، جراحات السمنه، 5 الجهاز الهضمي والكبد، 6 الخضر الله السرطان، 7 الاسنان، 8 العيون، 9 شكلي نسيهم زراعة الشعر، بس انت بتكمل زراعة الشعر. يلا بينا مع كيورو تريب شباب، هدفهم ان مصر تكون واجهة للسياحة العلاجية في المنطقة، وانه اي حد عنده مشكلة مرضية خارج التأمين الصحي في أي دولة في العالم يجي مصر يتعالج ويتفسح، وهو منه يبقى في خدمة طبية متميزة، ومنه أنه يتفسح ويشوف بلدنا ويتفرج على جمال بلدنا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المشاكل المرضية اللي كيورو تريب قرروا أنه هم يتخصصوا فيها حاليا، وكان أحمد بيقول لنا على 10 تخصصات وكان فاضل العشرة، مش كده يا أحمد؟ طلع 11 طلع 11 كمان. طب احكي لنا بقى، قول لنا الاثنين مهمين كمان. طب نعيدهم تاني ونقول الاثنين المهمين، يلا بينا. طيب طب نقول الاثنين احنا نسيناهم الاول، يلا بينا. القلب والعظام والمفاصل، ده القلب ده مهم جدا، وعندنا دكتور مجدي يعقوب، فاللي هو يعني دعايه بعد كده يعني. رهيبه للموضوع. بالظبط كده، وللاسف نسيناه وكمان لا ما نقدرش ننساه ابدا، افتكرنا. والعظام والمفاصل، وهنقول تاني الباقي. قوليهم كلهم. طيب قولهم بقى بسرعه يا ريت عشان لو حد بيسمعنا من محافظه خارج القاهره يقدر يجي ويتواصل معانا. الحقن المجهري، تجميل الاسنان، امراض الذكوره، امراض الكبد، والجهاز الهضمي طبعا، التجميل عموما، تكميم المعده، امراض السمنه المفرطه، والنظر، عمليات الليزك، وبس كده. وقلنا زراعة الشعر والأمراض السرطانية، قلت زراعة الشعر. طيب حلو قوي. حلو قوي. طيب انتوا معظمكم او المؤسسين لمشروع كيورو تريب صيادلة ودكاترة اطباء، طيب في معاكم كمان اعتقد احمد علي من فريق عمل كيورو تريب، المستشار الاعلامي وهو اصلا خريج اقتصاد يعني، فاحمد معانا على التليفون، عايزين نعرف منه هو تحمس لكيورو تريب ليه. احمد مساء الخير يا رب، ازيك؟ وتحياتي طبعا للدكتور احمد والدكتورة بسان. انا طبعا في البدايه بشكرك على يعني انك اتصلتينا معاكي في برنامج يلا بينا، وظهورنا في راديو 90 حقيقه اضافه كبيره جدا. تسلم يا احمد، انتوا الاضافه يعني بجد. تسلم لي. يعني انا هقول لك يعني حقيقي هو شيء طريف جدا انضمامي لكيورو تريب. انا كنت بعمل يعني جوله سياحيه ومتخصصه في السياحه العلاجيه في احدى مدن محافظه جنوب سيناء، وبالصدفه انا التقيت بالدكتور اسماعيل في المدينه السياحيه والقريه السياحيه اللي انا كنت متواجد فيها، فتعرفت عليه، فهو حكى لي الفكره بشكل يدردش معايا يعني. من هنا بقى جت البدايه، عرض عليا ان انا انضم ليهم وكده. لكن انا كاحمد علي اكثر شيء شدني في الفكره او كشركه ناشئه ورياده اعمال هو فكره رياده الاعمال، على اعتبار ان انا اقتصاد وتخصصي اكثر الرئيسي في الاستثمار ورياده الاعمال. وكمان حتى لما اتكلمت مع الدكتور اسماعيل وقتها انا كنت شايف قد ايه اهتمام الدوله واهتمام سياده الرئيس السي سي بي فكره رياده الاعمال ووزاره الاستثمار، وقد ايه الاهتمام اللي بتريد الدوله للجزئيه دي. فطبعا من هنا يعني حقيقي انا شفت كمان حتى ان فكرتها او فكره كيورو تريب فكره مختلفه، يعني مفهومها او اطار عملها مختلف. طبعا بعد وقت بقى من الكلام مع دكتور اسماعيل وحكى لي يعني هم حابين يعملوا ايه وحابين يطلعوا ازاي، انا كان دوري في اطار كيورو تريب ان انا حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا فكره التنسيق ما بيننا كشركه او كرياده اعمال لسه بادئين، او ما بين المسؤولين في الدوله او الوزراء المعنيين اللي هيقدروا ان هم يساعدونا في الانتشار بره مصر وجوه مصر.
وحتى كان من ضمن الحاجات دي فكره تنسيق اللقاء اللي كان اتكلم عليه الدكتور احمد والدكتوره بسنت مع معالي الوزير نبيله مكرم والاستاذه مها سالم مستشار الوزيره، فكره ان احنا ازاي نقدر نخاطب الجاليات المصريه اللي قاعده بره. طب احنا تحديدا ليه اخترنا فكره او نبدا بمعالي الوزير نبيله مكرم؟ علشان حبينا ان احنا نكون في اطار رسمي قوي جدا، لان اي اجنبي او من الجاليات المصريه اللي قاعد بره لما يقدر يروح لاي قنصلية او اي سفارة مصرية ويلاقي داتا بيس بتاعتنا احنا كيورو تريب موجودة عنده، ده هيجيله قدر كبير جدا من الثقة ان هو يجي يتعامل معانا، وهيوفر لنا احنا كمان كشركة كتير جدا من المجهود الدعائي او الماركتنج بتاعنا ان احنا نقدر نستقطب عدد كبير جدا سواء مصريين عايشين بره او الاجانب من اي دولة. الجزء الثاني انا كنت بقوم بيه وما زلت بقوم بيه فكرة الترويج الاعلامي لكيورو تريب على كل يعني اشكال الاعلام او الميديا، سواء ما يتعلق بالميديا المسموعة او المرئية او المقروءة. وبالفعل حقيقي الحمد لله بفضل الله كان كنت بقدر ان انا يعني اوصل كيورو تريب بشكل او باخر كاحد اشكال رياده الاعمال، وده حتى اللي كان بيحقق قدر من المبهار عند اي اعلامي او صحفي او مذيع او معد لما بحكي معاه عن الفكره ان هو بيحب يستضيفنا ونطلع نتكلم عنها كنموذج من نماذج رياده الاعمال. من كمان من دواعي سروري اكتر يا رغدة انا بكلمك من شرم الشيخ دلوقتي بتحضر منتدى شباب العالم. والاهم بقى ان انا ان شاء الله بكره هتكون في مشاركه لاحد اهم الجلسات المره دي، ودي جلسه مستحدثه لاول مره في منتديات الشباب عندنا هنا في مصر، منتدى شباب العالم، وهي جلسه مهتمه اكتر بفكره رياده الاعمال وصناعه او شركات الناشئه، وازاي ان الشركات دي تقدر ان هي يكون ليها تواجد قوي في الاقتصاد المصري في اطار اهتمام الدوله ومبادره الرئيس السيسي لفكره رياده الاعمال بشكل عام. اتمنى ان شاء الله ان احنا في يوم من الايام يعني احنا في كيورو تريب مش هدفنا فكره الربح اكتر ما ان احنا هدفنا انساني، لان احنا بنتعامل مع او خدمه طبيه هي اللي احنا ده المنتج بتاعنا او الخدمه بتاعتنا. فاعتقد ان احنا حابين ان احنا نوصل اكتر كمان للمواطن المصري الموجود داخل جمهوريه مصر العربيه. وده فعلا يا احمد، يعني احمد عساكر هنا في الاستوديو حكى لنا ازاي ان كان في مواطن جاي من السويس او فعلا استقبلتوه في محطه مصر وخدتوه وتم تقديم الخدمه الطبيه ليه وطمنتوا عليه لغايه لما رجع بلده. فطبعا ده دور وطني كمان مش دور انساني، يعني المفروض ان احنا نبدا كمان بالمصريين في الداخل قبل الخارج. فاحنا بنشكركم على الفكره الجميله دي وانت يعني نورتنا يا احمد. انا كمان اوجه رساله شكر لزميلنا الدكتور اسماعيل انور بما انه متواجد معاك النهارده، يعني حقيقي دكتور سعيد بيبذل مجهود كبير جدا، ودكتور احمد ودكتوره بسان، احنا كلنا هو كان حلم والحمد لله الحلم بيترجم على الواقع كل يوم خطوه اكتر، وان شاء الله ان احنا نقدر نحقق ده. مش بس كده، كمان البعد المجتمعي اللي كيورو تريب فكره ان احنا نقدر نوفر قدر كبير جدا من فرص العمل للشباب في تخصصات مختلفه، ده برضه بعد مجتمعي مهم جدا احنا كان من ضمن رؤيتنا المستقبليه في اطار يعني انشاء الشركه او كده. جميل يا احمد، احنا بنشكرك جدا. احمد علي المستشار الاعلامي لكيورو تراب، شكرا ليك. شكرا. انتوا نورتونا بجد النهارده، واحنا مبسوطين قوي ان في شباب بيحبوا بلدهم كده وعايزين يخدموا بلدهم كده. وعايزاكم تردوا على رساله اخيره جات لنا كده على صفحه راديو 90 90. حكيم بيقول انا مستغرب جدا من الكلام عن السياحه العلاجيه، لاننا عندنا مشاكل كبيره في المستشفيات والصحه في مصر، ده احنا من دول العالم الناميه، دول العالم الثالثه. تردوا عليه تقولوا ايه؟ اوكي، يعني هو مبدئيا في نقطتين عايز اقولهم. اول نقطه ان احنا حابين احنا نقدم نموذج لان ازاي الخدمه الاحترافيه بتتقدم، لان احنا عندنا مراكز حتى لو هم مش كتير، يعني ممكن نقول المستشفى اللغه الجي سي اي على مستوى مصر مش هيعدوا 10 مستشفيات، هم مش كتير ما يغطوش المصريين كلهم، بس احنا حابين نوري النموذج ده بيتقدم فيه احسن خدمه طبيه ازاي، عشان ان شاء الله بعد كده تعمم. احنا مش هنقدر نحل مشاكل كلها مره واحده، بس هنبتدي واحده واحده نشوف نموذج ناجح ونطبقه ونكتره ونعيده ونكرره تاني وتالت. حلو قوي، يعني في امل، في تفاؤل، ما نقعدش نقول احنا مش نافعين مش كده بس كده. وكتير قوي اصلا بيبتدي يقلد، يعني حتى واحنا بنقول دلوقتي هم مش كتير، انا متاكده ان بعد وقت ما هيلاقوا ان الناس ابتدت تروح على دول عشان دول احسن حاجه، الباقي هيحاول يقلدهم ويحاولوا يبقوا على الاقل في نفس المستوى شويه. يعني لازم نقول دايما يلا بينا، انتوا نورتونا على راديو 90 90 بجد. سامحوني لان الوقت بينتهي، ولكن هيبقى لينا لقاءات اخرى مع يلا بينا. وبشكر بسنت متولي احمد عساكر من مؤسسي كيورو تريب. شكرا لك.